وهذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه كان يشكو الوسواس في الصلاة: استعذ بالله من الشيطان ثلاثا عن يسارك مع النفس، فهل هذا يبطل الصلاة لأنه يلتفت؟ هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرشد إليه الرسول لا يبطل الصلاة، والالتفات اليسير للحاجة لا يضر الصلاة. نعم.